حرب مستمرة لا باغتيال هنية أو غير هنية، مستمرة وحضرها مستمرة الحرب، لأنه هذا هدفهم السامي هو نزع الأمن والأمان وضياع القضية الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يظن واهما بأنه باغتيال قادة المقاومة الفلسطينية قد حيد هذه المقاومة عن قدراتها أو أن الاستمرار في أدائها. شهدنا قبل ذلك اغتيال عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، لكن هذه المقاومة كبرت تفرعت وأصبحت ذات قدرة أعلى على استهداف الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته. هذا الذي يجري وهذا الذي سيجري أيضا حتى بعد اغتيال هنية. أكيد طبعا هيأثر على المفاوضات، يعني إسماعيل هنية رجل سياسي مخضرم له كلمته على جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وكان يسعى دائما إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في هذه الظروف وإنهاء هذه الحرب. اليوم مقتل إسماعيل هنية في هذا التوقيت يعني توقيت خاطئ جدا.